فما ناس مقلقتها الحكايه هذه، كيفاش نبيل معلول في كل فرحه موجود ولو مساهم بقسط 0.0001؟ كي تبدا ترى معناها التوانسه شايخين وفرحانين بالمنتخب نتاعهم، هما متقلقين كيفاش الفرحه توالت، الفرحه دامت، خاطر هما بعد مباراه مصر انتوما يا بوكو كي تي بيسيميست، لا مصر خايبه، تو الفيس شامبيون دافريك خايب، بعد ما ربحنا مصر تو نشوفوا في الكوب دي موند ما عندهم وين يمشيوا، مش باش يترشحوا. شفتوا قداش برشا ناس طلعت وقالت مش باش يترشحوا، ترشحنا، بعد ما ترشحنا ولاو يلوجوا في حاجات اكسترا سبورتيف، هاو علاش مشاو لهنا، هاو علاش ما مشاوش لهنا، هاو من بعد شدوا سي وديع شهر ونص، هاو وديع عمل، هاو وديع درا شنو كي طلع ما فما شيء برا نشدوا نبيل معلول، هاو درا شنو، هاو درا مسيكم تو با با يشابي. مي ان شاء الله باذن الله انا نقول انه قافله المنتخب التونسي تسير بكل ثبات باذن الله. شبه إجماع من الجماهير التونسية على شخصية نبيل معلول أنه ليس رجل المناسب، وديع الجري يتشبث برجل الذي اختاره لقيادة المنتخب التونسي. كل المعطيات تؤكد أنه نبيل معلول نجح، على الأقل نحكي أرقام ولا خسارة مع هذا الرجل إلى حد الآن. احنا نتجناو على الراجل ربما نبيل رهو وقتين نقوله احنا الأجواء بينكم بين سي وديع الجري ما هيش ماشية في مصلحة المنتخب، ما نش نكذب عليك، وما هوش الأحد المعلولي وديع الرياضي هو اللي بش يقنعنا بالعكس، لأنه نعرفوا اللي برنامج الأحد الرياضي متاعكم متاع وديع ثم هواج دي ديتاي اللي هما يلعبوا منتخب. خليكم واضحين، احنا الترشح نتاعنا نعرفوه، ترشحنا ضد ليبيا بصعوبه، ترشحنا ضد الكونغو في اخر الدقائق نتاعها، معناها ما نكبروش الفرحه، نفرحوا الناس كل منتخبنا في كاس العالم، لكن نحبوا نتيجه. تربص في قطر الناس كل ضده الا نبيل معلول، زيد على تربص في قطر اللاعبين اللي اختارهم يحب يقنعنا اللي هما يستحقوا، ثم لاعبين ما استدعاهمش ويستحقوا يكونوا في المنتخب. ناخذ راي رضوان شبيل. والله امبارح الاسفي متعدد الاوجه، معناتها اسفي على المرفق العمومي كيف تحول الى مرفق خاص، اسفي على معناتها برنامج الحد الرياضي بعد ما يعتبر برنامج معناتها رقم واحد معناتها لدى الجمهور التونسي يصبح معناتها تصوير ويصبح وكانه معناتها خاص بنبيل معلول ووديع جري، اسف على المنتخب الوطني له ملك التوانسة الكل، اسف على الجامعه كي شوف نبيل معلول يضحك باستهزاء امبارح ونشوف وديع جري معناتها كيف يتهكم على الناس وكيف يقول معناتها تبداو 10 ولا تبداو 100 حتى واحد من نجم يحرك مني شعره، وكاد يقول ان كالعاده القافله تسير وبش يقول هالكلمه الاخرى وقال القافله تسير نتاع الفريق القومي. شوف مستوى الخطاب هذا راهو اغزر المدرب الكبير والمدرب الكفه والانسان اللي يفهم رياضه والانسان المتمكن معناتها من ميدان نتاعه، عمره ما يتاثر بالنقد حتى ولو كان جاء من جهه مستهدفتك، بالعكس.